عسلمة. أهلا بيك. لبيس؟ الحمد لله. قدملنا روحك. صالح ودرني من الحامد جيبس. تحية الأهلي الحامة وجيبس الكل. صالح أنت تعديت معنا قبل، لخص لنا شنو حكيت؟ ولا أنا حكيت على موضوع الحامة، قلت فخور بلادي وقلت فرغة الحامة وحكيت موضوع الحامة معناتها وحكيت معناتها عادي جبت شو كل الموضوع؟ جبت موضوع الحامة كيفاش البلاد فرغت وكيفاش صاحبي بلاد رجال وكل شيء ومري وعباد مريقلة ولاد عمي وبطبيعة عائلتي فيها، معناتها أي واحد باش يبد بلاده بالخير بالطبيعة على أكثر ولا أقل. بعد ما تعديت معانا يظهر لي شفت تعليق على الفيديو نتاعك وتقلقت برشا منها. بالطبيعة شفت بالله على الكومنتارات، حبيت نجاوب على العباد البرشا كومنتارات تعاود لي شد يدك بحامي لين تلقى راج. إيش معناها شد يدك بحامي لين تلقى راج؟ معناتها الحوامية مش رجال، معناتها هو يحب يقصد يحب يقول لك كاين. أما أنا باش نعطيك من الآخر، هو هذا الإنسان هذا اللي يحكي هكا تلقيه ساعة شاد القهاوي تلقيه مربي شلغوه مصطفى الله يا ربي تقول عترس دمشقي. وقاعد ريتي قاعد ينبر كان على العباد ويحكي على الانجازات، هو اكبر انجاز عمله في حياته بخلاف انه يبعث كبطيره صاحبته لصاحبه اللي هو يقلب شوافر عيني، معناتها هذاك هو اكبر انجاز هو يحكي عليه. انت معناها تاثرت من كومنتير نتاع شخص متخبي ورا تليفون؟ ياي انا خطرني انا كي مثلي كريتك يجبد لي مثلا بلادي عباره مثلي عاي واحده من عائلتي، فهمتي كيفاش؟ اما انا حبيت نجاوبه اللي هي صاحبي ولا وتلقيه قاعد في القهوه الليل اللي تشد يدك بحامل اللي تلقى راجل ولا معناتها النار تخلف في الرماد. نعطيك خويا من الاخر، المره هذه احنا فتناها القانون اصلا نتاع النار تخلص الرماد، المره هذه النار خلفت بركان عافيه تقدح قدحان. كيفاش اخت؟ نعطيك اختي المزيانه كيفاش ولا نعطيك من الاخر، كي تدخلي انت الحامه مدخل الحامه كيفاش مدخل الحامه؟ تسمعي كان كلمه ما تسمعيش كلمه زايده ولا حاجه، تسمعي كان كلمه اخويا تستحقش حاجه ربي يسهل لك، كان استحقيت حاجه كلمني. هذه يا اخويا بالذات هذه معناتها مواصفات الرجال، معناتها نعطيك انا حاجه من اخرى اختي، كيصير عرس في الحامه كيصير عروسات في الحامه كيصير عرس في الحامه عايش اختي ما يبقاش الاخر يخمم على باش يكري صاله، خاطرها في كل حومه فما بطح، ما يبقاش يخمم باش يعشي العباد، خاطر ريتك يصير عرس بيبان ريتي بيبان ريتي كل الديار كل حومه كل تتحل، وما يخممش كيفاش باش يخلص ليله الفرق، علاش؟ خاطر ريتي بالعشره والعشرين وبالثلاثين وبالخمسه وبالدينار ريتي يلمدوه من الاخر معناتها ما يحيرش معناها العروس غاج ما يحيرش زاد من الحجامه اللي عنده، خاطر باز اي واحد عنده صاحبه حجام ويجي حجامه بلاش لا ب 150 لا ب 200 الف، ونعطيك حكايه اخرى وما يحيرش كيفاش باش يمشي يكري كراسي ولا حاجه، خاطر ريتي كل دار تجيب كراسيها وتحط ان شاء الله. معناها اللي باش يعرس الناس كل تعاونوا غادي من العائله ومن الجيران، العائله والجيران ويعاونوا الناس رجال، معناتها ما تلقيش لا شكون يتقلق من هذاك ولا هيك داري لا ما يدخلها حد، هذيك ما عندناش اللغه هذه من الاخر خويا، كيما نحكي لك من الاخر معناتها اعرف من الاخر كيفاش تخرج انت اصلا، كان جيت معناتها الانسان انت جيت راجل نعرف راهو الراجل يقول قلمته حتى على قصان كرومته يقولها، معناتها من الاخر ينجم يقولها، معناتها ينجم يجي ويحكيها الكلمه هذيك، انت كان جيت عبد وراجل جيت تحكيها ريتها في الادخل الحامه واحكيها، خاطر نقول لك شنو مصيرك كان تقولها انت في الحامه ريتها شنو مصيرك، ولا مصيرك انه باش يحطوك في توكتك ويهزوك لطريق العفس، وانت افهم الباقي من الاخر معناتها، ونعطيك خويا انا من الاخر راه ريتها ويطول الطريق ويبان الصقر من البوم كما يقولوا فيها، ونعطيك خويا حاجه مزيانه على الاخر احنا على الاقل كي جونا الجزيريه والليبيه يجونا معززين مكرمين ويفرحوا بينا من الاخر، ونعطيك حاجه اخرى باش تحطها في راسك كي جينا الليبيين والجزيريين على الاقل يجون على خاطر الحمام وباش يتفرهدوا، ما يجونيش خونا بالله هذه عديها براس امك ما يجونيش على خاطر تبديل الزيت الكراب، وانا ما نحكيش على الكراب وانت فاهم هذه حطها في راسك. ريت يا اختي الباهيه خاطر برشا حاجات اللي هي الحمه حاطين عليها فكره خايبه، فهمتي كيفاش؟ حمه اختي برجالها بالعكس احنا نعرفوا الحمه برجالها يعني الاكثريه، خاطر انت معاشره الاكثريه اللي يعرف الحمه اللي هو معاشرها الحكايه هذه، فهمتي كيفاش؟ هو معاشرها وراه الشركه تبقى شركه، وبالنسبه لاولاد الحمه اللي هجوا منها راهو مصيرها باش يرجعوا، كان اليوم ولا غدوه ولا بعد غدوه ولا العام الجاي مصيرها راه باش يرجعوا ومصيرها راه باش يعمروا بلادهم، وهي الحمه راهي والشركه تبقى شركه ولو حتى فلس، الشركه راهي تبقى شركه، طيب هي يقول لك شريك الشركه تبقى شركه ولو حتى فلست، والله ما على بالي بيكم وانتم قولوا ايش تحبوا ربي معاكم من الاخر معناتها، ومره اخرى اوزن اوزن كلامك قبل ما تخرج كلمه اوزن كلامك مريقل ولا هذا التعليق الوحيد اللي قلقك ولا فما تعليق اخر؟ انا خاطر التعليق الاخرى تخصني انا ما على باليش، انا راني في حياتي هذه يعني وش فيك كما التعليق هذا؟ انا خاطر ريتي وحدي انا وحدي ما على بالي حتى بواحد في الدنيا هذه، نمشي وحدي ونضرب بروحي وحدي اما راك باش توصل تمثلي من بلادي ولا من عائلتي راهو خط احمر سيفيني،
انك انت باش توصل تعاود مثلا حديث كيما هذا راهو نهايتك باش تقول على حام. خذها قاعده، ما نحكيش بلغه جهويه واحد، نحكي خويا كلام رجال. انت كي تعاشر الاحواميه، عاشر الاحواميه وبعد صاحبي احكم انت، سوا شد يدك بحام ولا اقسم بالله العباد مرضى خاطر ما عندها الصنعه. ريتي كان جي خاطر عبد عندما يصنع راهو يخدم. شفتيش انت عبد يخدم ولاباس وحب فلوسه ومعناته يحكي في المواضيع هذه؟ ما عندوش وقت باش يعمل تعليق سخيف كيما هكا. اي ما عندوش، ما يوصلش عنده وقت انت باش يحكي الكلام هذا، معناته باش تلقي الراجل يخدم. اما هذا تلقيه شاد لقاء ونهار كامل كيما حكي لي وتلقيه خويا اقسم بالله حاش خلقت الرحمن الكرسي قلق منه، والله الكرسي نتاع القهوه اقسم بالله قلق منه. ونعطيك حاجه من الاخر، كي تدخل خويا الحامه ما عندناش خويا راهو الرجال اللي تلبس البلالت، وما عندناش النساء اللي تلبس رنداله في خشمها وفي سرتها وكل الحكايات هذيك. معناتها صاحبي قبل ما تخرج كلامك اوزنا، ادخل خويا الحامه وتفرج وعاشر عبادها وشوف انت كي تعاشر حامي نجم معناتها يا درات تنجم معناتها تصبر معاه ولا انت وحدك وحدك تكبش فيه. اقسم بالله حتى ويجبد روحك منها انت لما تكبش فيه. من الاخر ري ذريت اللي باش يحكي الحكايات هذا يا ري يوزن، اوزن خويا كلامك قبل ما تخرج كل شيء. من الاخر عباد خاطر بالرسمي عباد مرضى، راتي ما لاقي ما تحكي في حياتها. هذاك علاش احنا ما نتقدموش، خاطرنا قاعدين معناتها كان هكا فلان وهكا باف. ونعطيك حاجه اخرى، والحامه ما فيهاش رجال اللي تقول نزرعوا بلادنا دلعوا بطيخ. احنا بالعكس نزرعوها بلادنا رجله، من الاخر نزرعوها رجله وودي وحنيه وكل شيء وخدمه بالعمل خويا. عباد نخدموا على ارواحنا من الصغر، من الاخر هذاك علاش برشا عباد شوف انت تشوفها بحكايه اخرى، ما احنا نخدموا على ارواحنا خويا. من اللي تلقات فرخ يتكعبر تلقاه مع امه وباباه ويخدم جوا به باش ما يتخليش حتى نهار يستحق حتى الواحد. من الاخر خويا يوزن كلامك، وماذا بينا برسمكم نفرحوا اوكي ونفرحوا ببعضنا، رانا ردي خيين من الجنوب للشمال. حكينا من الاقدادات هذه شنو هي الحكايات اللي يحكوا فيها بالرسمي، راه حكايات بالرسمي عيب هكا نحكيو في 2023. 2023 وصلنا نحكوا معناتها بالحكايات هذه. بير اخوي كي تدخل انت شنو يا اخي الحام بالرسمي خط احمر من الاخر يا ولد عم، اللي حبه حبه واللي كرهه كرهه ربي. الحامه ولا اي بلاصه اخرى احكي لك انا اخوي نجم كايز تحكي لك كاي هذيك خط احمر. من الاخر نحكي لك انا معناتها على روحي خاطر مسني بالرسمي الكومنتيرات هذه مستني بالرسمي. تعرفي انت برشا عباد خويا تقول لك شحطتني بلادي، انا خويا بالعكس الحمد لله يا ربي صح عايش فيها ومستور والحمد لله. برشا عباد نشوف فيها تو مثلا يقول لك انا من البلاصه الفلانيه راني هذيك شحطتني، هذاك هو ربي معاه، هذا هو امور ورايا هذاك ربي معاه والله ما على بالي حتى بواحد بيه فهمت. من الاخر ويطول الطريق ويبان الصقر من البوم يا خالي، من الاخر الطريق ملعب والشاطر يلعب. من الاخر معناتها يعطيك الصحه، نخلي لك كلمه الختام. كلمه الختام ويا ربي يهديكم وحبوا بعضكم، الدنيا راهي فيها موت. من الاخر ورانا خيان الناس الكل يو، وجاتك الهرجه اللي ترجع وربي معاكم. شكرا.